بقى النهاردة عندنا كتاب مهم لمجموعة من الفتيات المتميزات اللي قرروا يدخلوا إلى مساحة يمكن كنا بنسميها زمان مساحة المسكوت عنهم، يعني المساحة التي لا يقترب منها الكثيرون، وهي المساحة المتعلقة بما يسمى بمفهوم أسرار البنات. خلينا نرحب بالكاتبات المتميزات، الأستاذة شيرين فرغلي أهلا وسهلا، والأستاذة رشا فتحي أهلا وسهلا، والأستاذة دينا صلاح الدين أهلا وسهلا، والأستاذة ندى الشلقاني أهلا وسهلا. خلينا نتكلم بس فكرة الكتاب الأول جات لي. هو احنا ده مش أول كتاب لينا، ده تاني كتاب، واحنا اصلا جروب شغالين مع بعض في مجال الصحافه بقالنا 4 أو 5 سنين. فاحنا فكرنا ان احنا نجمع كل الشغل بتاعنا وكل افكارنا في صوره كتاب. يعني هي مقالات اصلا ليكوا؟ لا هي مش مقالات، هي مش مقالات، هي احنا حبينا نوحد مجهودنا والجروب بتاعنا في كتاب الناس تقراه. احنا عندنا افكار كتير، عندنا مشاكل كتير بنتعرض لها في حياتنا سواء على المستوى الشخصي او الناس اللي بنحتك بيهم في عملنا او بره عملنا. وبالتالي احنا فكرنا ان احنا ايه المشكله لما نجمع الافكار دي كلها ونحطها في كتاب يبقى موثق الافكار دي ويعرضها بشكل افضل من مجرد موضوع بيتقري وبيتنسي. بدانا ده السنه اللي فاتت في كتاب الرزق يحب الخفيه وعايشه صح، والحمد لله نجحنا. عايشه صح كان عامل صدى كبير جدا. والسنه دي قررنا التجربه تاني، وهو احنا قلنا انه دي بدايه مش هتنتهي، احنا سلسلة كتب بالظبط، احنا متفقين على الكتاب جاي على مين. ايوه خليه زي ما بس خلونا نبدا ببعض العناوين اللي الحقيقه كانت مثيره للغايه، ويعني ذكاء منكم اختيارها. يعني افضحني شكرا، برعايز خطيب السابق. دي قضيه بتواجه فتيات كتير طبعا. خلينا بس نتفق ان اي عنوان موجود في الكتاب هو اختيارنا كلنا، ان الشغل بتاعنا حتى لو الفكره بتاعتي فبنقعد مع بعض، انا عندي فكره كذا، بنبدا نعمل جلسه عصف ذهني او ورشه عمل للكتابه، وبنبدا نطلع الفكره ممكن نعملها ازاي وناخدها من اي زاويه. العناوين برضو نفس الكلام، يعني بنقعد انا الفكره ناقشت الموضوع بتاعي كذا، فعايزين نحط كذا عنوان، فنبدا كلنا نحط العناوين ونتفقوا على العنوان. ونتفق على العنوان في الاخر. طيب افضحني شكرا، قضيه بتحصل خصوصا بعد ما انتشرت قوي السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ديت، فبقى اي حد ممكن متضايق من اي حاجه مبسوط من اي حاجه بيكتبها على السوشيال ميديا. ف ده ظهر قوي في العلاقات بتاعتنا اللي احنا للاسف ما بقيناش بنحترمها قوي. واحد خطب واحده وكان فتره الخطوبه وخلاص، بعد فتره الخطوبه بيحصل بينهم حاجات خاصه، كلام هي بتأتمنوا عليه باعتبار ان هو خلاص بقى هو خاطبها وهيبقى زوجها زوج المستقبل بالظبط كده، بتأتمنوا عليه وتثق فيه. وللاسف حصل مشكله بينهم، سابوا بعض خلاص، بتبقى فضايح بقى. يشهر بيها، خصوصا لو هو لسه عنده رغبه في ان هو يرجع لها تاني وهي رفضته، فبيبقى الموضوع بقى مشكله يعني. فيبدا يدخل في دي رساله للبنت من الموضوع في الموضوع ده، ان هي ما تامنش قوي وما تثقش قوي الا خلاص لما يبقى زوجك، يعني مش لازم كل اسرارك وحياتك الشخصيه تبقى عرضه ليه او متاح ليه، لانه لسه يعني هو مجرد خطيب، العلاقه ممكن تنجح. بس انت عارفه يعني معظم القصص بتبقى فيها حد ارتبط بحد وبينهم قصه صحيح. حب وخلاص بيجهزوا حالهم عشان هيتجوزوا، ده هي بتبقى خلاص شايفاه هو الملاذ واي حاجه. ما في عنوان تاني ليه اتجوز ضل. عشان المثل بتاعنا ضل راجل ولا ضل حيطه، مع ان الحيطه هتستند عليها يعني مش هتقع. هو ده الموضوع ده تقريبا معمول بطريقه ساخره شويه، ان يعني احنا كانت دايما الفكره ان يلا بقى شد حيلك عايزين نفرح بيكي، فحتى المقدمه اللي احنا عاملينها للموضوع ان يعني سواء في المناسبات السعيده او الحزينه ها بقى هنفرح بيكي امتى مش عارفه ايه، فانا عاملاه بطريقه ساخره شويه. طيب يعني اللي بيقول لي شد حيلك والجدعاني، طب ايه الكتالوج بتاع الجدعانه ده المفروض اعمل ايه؟ طيب تجيب عريس بقى تقعدي يعني تجيب عريس يعني والله كاتباها كده، قلت لهم طب مش المفروض يدي نصيحه يقول لنا الكتالوج طيب نعمل ايه عشان يعني نشد حيلنا يعني. بس فقعدت ان انا بتكلم فيه بتجربه، مش بقول باسمي انا، بقول باسم بنات كتير قوي، ان هي بيبقى بنات ناجحه جدا متميزه جدا، بس هي كل الحكايه ان هي ما ينفعش ترتبط اي حد عشان هي مش اي حد، مش تناكه، بس عشان هي تركيبه ودماغ وشخصيه مختلفه.
بس فكتبناه بقى ان هي يعني ما تقبلش بالقدر اللي هو ادنى حاجه لمجرد ان هي تتجوز وخلاص. بالظبط، عشان هم بيقولوا لها اتجوزي يعني او شدي حيلك، غير لما تحس ان هو فعلا هيضيف لها حاجه. ده حقيقه، هيبقى سندها بجد، هيكملها فعلا، مش هيبقى يعني مش مجرد ظل، مش مجرد ظل، مش سند، لكن هو يبقى سندها بجد فترتبط. مش عشان ارضي ماما وبابا ولا ارضي صحابي ولا ارضي المجتمع ان انا اكمل صوره فخايفه من كلام الناس. بالظبط كده، وضحنا المساوئ بتاعت حاجه زي كده ازاي، والتجارب بتاعت الناس، وانه البنت مش معنى انها توصل لسن معين ان هي المفروض تقدم تضحيات لمجرد كلام الناس. يعني جبنا تجارب بنات، مش معنى ان انت قربت لل 30 يعني في موضوع احنا عاملينه اللي هو في 30 جواكي ايه. هو ده عنوان مهم. ايه اللي بيبقى جوه الفتاه لما بتقرب من 30؟ بيبقى عندها صراع كبير جدا انه المفروض تقبل باي حاجه، لازم اللي جاي لها ده بيبقى جاي لها ان هي لازم تقدم تنازلات، ان هو يقدر ياخد الاصغر منها. احنا حاولنا يعني نوضح في الكتاب ده انه لا، انت ممكن تبقي بالعكس احسن، وصلتي في شغلك مكان انجح، بالعكس اختياراتها عندك مقومات احسن. بالظبط، مش معنى ان انت 30 ان انت كده 30، ده لو انت ما عملتيش تطور في حياتك في العشر سنين من، بالعكس هي الشخصيه صح بتتكون في الوقت ده وبتبقى اختياراتها. 30 هم الناس متصوره ان هي هيتجوزوا البنات ايه 15 16 للأسف سنه يعني، بالظبط او 20 او 22. احنا نسب الطلاق عاليه جدا في العشرينات، بالعكس 30 بتبقى هي اختيارها واضح جدا، وتبقى هي عارفه هي عايزه ايه. ده مش معنى يعني مش معنى ان هي وصلت للسن ده احنا نحاول لا، خليكي ايجابيه، خليكي ما تختاريش ما ترضيش باي حاجه، ما تتنازليش عن حاجه لمجرد السن. حاولنا نوضح الحاجات دي كلها واستعنا بخبر. فاكره ساعه موضوع في ال 30 جواكي ايه، كان في مناقشه حصلت بينا ان احنا كنا عايزين لما نعمل الموضوع ده بالذات ما نطلعش البنت مقهوره، وازاي يا عيني يا حرام خالص هي بقت في ال 30 فتصعب علينا يعني. لا بالعكس، احنا طلعنا ان انت يعني كنا بنأكد على فكرة ان انت في الثلاثين انت عندك حاجات كتيرة حلوة قوي، انت نضقتي، انت بقيتي انسانة مسؤولة، فلا انت ما تسألين الفكرة كانت عايزة ايه، مش عايزة ازاي تواجه المجتمع بده. لان بالزبط للأسف بالزبط المجتمع سواء الصغير فيما يتعلق بالأسرة، لانك في النهاية بتتعاملي مع مشاعر أسرة او ام عايزة تطمن على بنتها، صحيح، وبتواجه جيرانها وبتواجه كلام الناس اصعب بكتير. بالظبط، فهي المسألة تتعلق بتغيير نظرة المجتمع. بالظبط، وان فكرة مهمة جدا برضو في الموضوع ده حبينا ان احنا نركز عليها ونوصلها للبنات، ان الحياه مش رجل فقط، لا صحيح. انت ممكن تبقي مديره ناجحه في شغلك، ممكن تبقي شخصيه محبوبه في وسط اصحابك، حد يعني فعال جدا في علاقاته بالاخرين، حد في جوه بيتك واسرتك مع عيلتك. يعني مش معنى ان انت ما ارتبطتيش للمرحله دي ان انت انسانه فاشله، لا خالص. هو جزء من حياه المراه زي ما الست جزء من حياه الرجل. بس في برضو احلام تتعلق، وهكون واقعيه معاك، وبتبقى عند اي فتاه بفكره تكوين بيت، بفكره الانجاب. يعني دايما حته السن دي بيبقى الخوف منها عشان مساله الانجاب كمان، لان بيبقى في حلم ان هي تبقى. طب هقول لك حاجه، ممكن واحده ترتبط في سن 20 وما تنجبش، صحيح، او تعيش حياه متعذبه في الاخر. هو يعني نقطه الانجاب بس لو احنا نبص او تنجب ويدفع فاتوره غاليه اولادها، بالظبط، وحياتها تبقى اتدمرت. يعني حياتها تبقى اتدمرت. طيب في برضو عنوان تاني، احنا بنشتري راجل بس بنتنا مش رخيصة. الحقيقة ان المسألة دي، بس انا مش رخيصة، المسألة دي فيها صعوبة شوية، لان بيبقى الناس بين نارين، الاسر يعني، بين ان هم عايزين يساعدوا بنتهم في انها تستقر وتتجوز، حتى مش مسألة الامكانيات المادية او ان هم حتى يساعدوا جوز بنتهم، وبين ان الخوف من التجارب بقى السابقه واللي الناس بتسمعه ده بس بيتمسكن لغايه ما يتمكن. أيوة. مش هيطمر فيه في الاخر اللي احنا عملناه له، مش هيعرف قيمه النعمه، او اللي ما بيتعبش في حاجه ما بيعرفش تمام. بس هو نفسه بيبص على خلينا نتفق على انه ده صح فعلا في حياتنا عموما، اللي ما بيتعبش في حاجه ما بيحسش بقيمتها في شغلك. ده انت لما تروحي تشتري حاجه وبتدفعي فيها مبلغ كبير تفضلي خايفه عليها ومحرصه، خاصه لو انت تعبتي على ما توصلي للحاجه دي. يعني اللي انا عايزه مش عايزين احنا برضو زي ما كنا بنقول عايزين نتحرر من المعتقدات اللي موجوده في المجتمع. لا هي تفرق، احنا مش قاعده، هي مش قاعده. بس اللي انا عايزه اقوله ايه، انه احنا بنشتري راجل بمعنى ان احنا مش هنبص للماديات كبند اول، لا احنا هنبص لشخصيته، لشغله، لاخلاقه، كل الحاجات دي في المقام الاول لازم يتبص لها، حتى لو هو مليونير. تمام، توفرت نبدا نبص لحقوق البنت،
عشان يحافظ عليها. مش شرط الحقوق دي تكون هتدفع، في ناس بتبالغ جدا في طلباتهم، عايزه فرح وتعالى يا ابني في الاول، ومجرد بس ان يتجرب بس نعبر عايزه رجله، وعايزه شبكه ب 50,000، وعايزه شقه بنتي من 200 متر. لا لا، كل دي مبالغات، وخاصة في ظل الظروف الاجتماعية اللي احنا بنعيشها. ولكن انت عارفة ان كان معانا مجموعة من الشباب الاسبوع اللي فات ان هم بيهربوا من فكرة الاقتراب، من فكرة الجواز، عشان هذا الحصار المادي طبعا طبعا. بيفضلوا يكونوا نفسهم، بيفضلوا يكون ليهم عربية، بيفضلوا كده يقولوا انا هوجع دماغي ليه وادخل كل فلوسي تبقى رايحة على صوت وعلى الحاجات دي فعلا. وده سبب تأخير سن الجواز، او الرجاله ما بتحبش دخل، هي بتشوفه ان ده هم، ما بتشوفش ان دي حاجه كويسه. طيب في تجارب، لما قريت اسم الكتاب اسرار البنات، في تجارب سينمائيه البنات اسرار، البنات اسرار انا يعني قلبتها شويه فكره اسرار البنات. يعني في مسلسلات كتير او افلام كتير تعرضت لهذه المساحه، هل انتوا كنتوا عايزين بس هذه النطاق ما تطرقتوش في الكتاب مثلا نقاط اكثر عمقا؟ انت بتتكلمي عن فتاه مثلا تقترب من الثلاثين، بالتاكيد مثلا محتاجه مشاعر عاطفيه، محتاجه ان هي تعيش علاقه رومانسيه، يعني انتوا تطرقتوا الموضوعات دي في كتاب؟ احنا اتكلمنا واتكلمنا عن الخلل اللي بيبقى في الاسره وتاثيره ايه، خصوصا على فتره البنات في المراهقه. يعني في مواضيع اللي هي بتحب راجل اكبر منها، ده ايه سببه؟ جبنا علماء نفسي ترجموا حاجه زي كده، قالوا لك ايه سببه؟ سببه بتبقى هي مفتقده حاجه زي كده في عائلتها، يعني لا اما الاب مشغول، لا اما مسافر، لا اما حاجه زي كده. فهي اول ما بتشوف راجل بيعرف يديها حاجه زي كده او يحسسها بالحنان اللي كان يعني بالظبط بتحبه جدا، ولو اكبر ب 22 قربنا من ده. طب انتوا كنتوا شايفين ان فكره اقبال الفتيات على الجواز من حد اكبر منها سنا بشكل كبير يعني اغلبهم كان ابهاتهم لا هو بيبقى في خلل عموما، ان هي فعلا مفتقده لعلاقه الاب في حياتها. يعني هي اسم الموضوع ده في الكتاب بناتي عشنا العشق الممنوع. العشق الممنوع ده ممكن يكون حد اكبر منها بكتير جدا، ممكن يكون الحد وده ممنوع ليه؟ ممنوع لان لا لو مفيش تكافؤ في السن لا ممكن طبعا يعمل يعني مشاكل كتير قوي، او مرتبط قبل كده ولان هي بتبقى مخبيه على اهلها، ولان بيكون سنها صغير يرفضوا. يعني بيكون سنها صغير، احنا بنتكلم في البنات اللي في مرحله عارضين كذا حاله ثانوي، اللي هم البنت بتحب المدرس بتاعها او جارهم او صاحب باباها. فالفكره انه انت سنك صغير قوي على ان انت يعني نموذج مستوي اصلا، نموذج يعني مستوي، انت سنك صغنن، يعني انت عندك حاجات تانية كتير قوي تقدري تعمليها في حياتك غير انك تعملي ده. فهو زي ما شيرين قالت، ده بيكون خلل في العلاقه الاسريه بين البنت وبين باباها ومامتها، وخاصه فعلا غياب الاب او عدم قرب الاب من البنت، ده بيخليها تدور على الحنان ده. بس انت تسمعي كتير فتيات ما تقولي لها يعني عايزه راجل، تقول لك عايزه حنان الاب والاخ هي محتاجه تحس في لازم يكون حنين اللي هي بتحبه. ده موضوع في الكتاب، ده موضوع في الكتاب اسمه لازم يكون حنين. عشان البنات لازم يكون راجل حنين متدين راجل، يا زلمة راجل يبقى على قراش عايزه مشاكل. يعني هو احنا عملنا الموضوع اسمه اكلاشيهات البنات، يعني دايما بس دايما الحاجات دي بتتكرر شويه في السن الصغير، يعني ده هي لسه في الجامعه فتقولي لها ايه لازم يكون حنين، لازم يكون راجل. راجل يعني ايه؟ ما هي راجل بالنسبه لي ممكن تبقى بالنسبه لها حاجه تانية، وهكذا. يعني ممكن راجل ان هو ممكن يكون بيصرف عليها كتير، ممكن يكون بيخرجها. فمعنى كلمه حتى راجل هتلاقيها من حد للتاني مختلف، يعني لها مواصفات نسبيه بالظبط كده. وده فعلا اللي قالته الدكتوره النفسيه اللي هي كانت استعنا بيها في الموضوع، ان اغلب الموضوعات اللي احنا عملناها وده الاختلاف اللي عاملينه في الكتاب، ان احنا مش بس بنطرح الموضوع، لا احنا بنحاول نوصل من خبير على حل. طب هل انتوا شفتوا في الحكايات اللي انتوا سمعتوا ليها يعني بعض البنات اللي بتتورط احيانا في علاقات بتدفع ثمن بعد كده ليها كتير نتيجه، جالكوا حالات زي دي؟ كتير. ايه بقى كانت الحالات؟ يعني في موضوع مثلا اللي هو التحرش بالصغيرات، ده في كتير اغلب الحالات اللي في الموضوع دوت اتورطوا بسبب حاجات عبيطه. يعني في مثلا اطفال كان في حد بيضحك عليهم بان هم بيجيب لهم حلويات، في مدرسين في مدرسين، فهي ما تقدرش ان هي تتكلم في المدرسه وتقول ان هو يعني ان هي خايفه منه، لان هو ليه سلطه عليها. وفي اقارب طبعا بالظبط. دي احنا ناقشناها، البنت بتخاف تقول حاجه زي كده
احنا هنا عندنا البنت لو قالت هي بتحس ان هي مشتركه، يعني مشتركه في الجريمه اللي عيب عليها، هي موصومه. بيعنفوا بالظبط، يعني بيعنفوا البنت. كنا عايزين برضو نقول في الموضوع ده انه لو تعرضتي لحاجه زي كده ما تخافيش وقولي، يعني لازم تقولي علشان هو ياخد عقابه، وعشان دي حاجه هي مش وصمه عار فيكي او ان انت السبب، انت صغيره ودي حاجه غصب عنك، او انت ضحيه لحد ما عندوش اخلاق، حد استغل طفولتك بشكل غير اخلاقي. فلازم تقولي، لازم تقولي عشان ده يقف عند حده الشخص المتحرش ده، وعشان تقدر تتعامل بعد كده مع المجتمع بشكل سوي. لانه هي لما ما بتقولش ده بينعكس بعد كده في علاقتها مع اهلها ومع زوجها، ممكن تبقى معقده وبتدمر ناس كتير بعد كده بنفس السبب. طيب في بعض المقولات اللي طالعه بقالها فتره، حتى في موضوعات بتتعمل في الاعلام عن هذه المساله، يقول لك اتساع او زياده الخيانه الزوجيه نتيجه وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجه صوره هي رسمها الفتاه في ذهنها لجوزها فما تلاقيهوش هو فتلاقيها في اخر، وبتتدرج بقى او بيتدرج مفهوم الخيانه. هل انتوا تطرقتوا لده في الكتاب بتاعك؟ جزء من فتياتي عشنا العشق الممنوع ده جزء منه، ان هي بس مش كانت متزوجه، هي كانت مخطوبه وعلى علاقه بواحد اللي هي كانت بتحبه قبل كده. وفي برضه الدبله لسه في اليمين. دبله لسه في اليمين، بس ديت بقى يعني البنت اللي بتصطاد الولد اللي لسه خاطب. انت لسه في عينيها بالنسبه لها ان خاطب ده يعني انت مش متجوز، مش مخطوب. فممكن يعني عادي مش مشكله. فليه لا؟ ان هي تاخده. انت لسه يعني خاطب، يعني انا لسه ما خدتش بالظبط. يعني في بتقول انا شايفه ان هو انا لسه ما خرجتش بيت بالظبط. يعني بيشوفوها بيحللوا نفس زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني اللي هو لا بيشتغل معاها وشايفه انه اهله خطبوا له جواز صالونات، فلا هي شايفه ان هي اولى. بس انا بحييكم ان كنتوا في الكتاب ما كانش عندكم انحياز لنوعكم للمرأة. لا خالص، لا 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 خالص، انتقدناها في كذا مره. يعني انا عايزه اقول حاجه بس، ان احنا فعلا حبينا ناكد ان كل مشكله وازمه البنت بتمر بيها في الكتاب ده ليها حل. بخبير اجتماعي ونفسي بيقول تعمل ايه ما تقرا الكتاب تلاقي حل. وفي الاخر في رساله، في مسج كده احنا كاتبينها، جمله صغننه في الاخر، دي اللي احنا عايزين احنا كتابات الكتاب عايزين نقوله للبنت. طب زي ايه؟ يعني مثلا افضحني. شكرا. كنت انت بتقولي اللي ما يبقاش العلاقه مفتوحه زياده عن اللزوم، دي رساله اللي انت دي رساله، دي مضمونه رساله. في موضوع اللي هو اللي هو في 30 جواكي ايه مثلا. فالرساله بقول لها ان ال 30 اعتبريه مجرد رقم، ما تخليهوش حاجه شبح هيخوفك، بالعكس ده ممكن تلاقيه بعدين، ده المفتاح اللي بيفتح لك احلامك بعد كده. في السن ده انت تبداي تحققي احلامك اللي انت بتحلمي بيها طول عمرك. في افلام كتير، والحقيقه الواحد وهو بيتكلم معاك وبتيجي الافلام في دماغه، يعني المراهقه كمرحله اتعمل عليها افلام مهمه، والبنات والاسرار البنات، اسرار البنات، بنتين من مصر. بنتين من مصر، احنا تطرقنا في موضوع بنتين من مصر. طبعا، لانه بصي هي الدراما اكيد بتاعك ظاهره اجتماعيه مظبوط، وطالما ظهرت يبقى ده موجود. بدأنا نشوف يعني انا خدت تحديدا الموضوع ده، بدأنا نشوف هل الموضوع ده بيحصل على ارض الواقع ولا مجرد فيلم. يعني هي الفكره جت لنا من الفيلم. بدأنا نسأل، فبدأنا نلاقي انه في فعلا ده حصل. ايه بقى اللي حصل؟ انه الشاب بيطلب من البنت نفس الموقف اللي حصل في الفيلم، ان هو يروح بيها للدكتور عشان يتأكد من عذريتها. فطبعا في بنات وافقت، ده اللي صدمني، انه في بنات قالت انا اقدر اوافق، المشكله حقه ان هو يطمن طالما انا واثقه في نفسي. انت ليه شايفه ان دي مشكله؟ لانها كده بترخص نفسها جدا. حتى انا يعني مقدمه الكتاب ممكن يتقال لك ما لو ما عملتش كده هيشك فيها. لا يشك، بس طب ما هو هو اللي محتاج كشف على عقله. هو شخص مريض بالظبط، هو بقى اول حاجه يواجهها انه الشخص ده مريض ومحتاج يتعالج. هو مش معنى انت المفروض لما بتيجي تتقدم لبنت انت بتروح لها على اساس ايه؟ اخلاق. اصل هو حط قاعده ان كل البنات مش كويسين بالظبط، فهو مش حاجه بالنسبه، هو عايز يتاكد. لا خلاص، يبقى انت اللي عندك مشكله في دماغك. لا احيانا حتى بما انكم بتتكلموا عن افضحني شكرا في فتره الخطوبه، فكره التقارب ما بين الشابين في فتره الخطوبه احيانا يقول لك لا انا لازم اعيد حساباتي بقى، اصلها كانت لطيفه معايا فممكن تبقى لطيفه مع كل الناس. ده اعتقاد سائد عند كل الشباب لغايه النهارده على يعني مستمر وبعد الكتاب مش هيروح. لا، واحنا جبناه انه البنت المخطوبه برضو اللي هي بتمسح، يعني لو انا مخطوبه مش عايزه اعرف حد،
يا بنت اتخطبت مش عايزه اعرف حد. كل اللي تعرفه موضوع تاني في الكتاب اصلا معناه ان انت ما كنتيش كويسه، انت هتقطعي علاقتك بكل الناس، تعملي بلوك لكل الولاد اللي عندك، تعملي كده يبقى ده ماضي انت بتحاولي تخلصي منه، دي حاجه مش كويسه. ولو سمحتي له بحاجه زي كده يبقى هو يعني مش هيحطك في قفص، هو خلاص يعني هو كده انت ما تتنفسيش من غيره. يعني ده يقلل منها جدا. يعني احنا جبناها من هنا، نقول ان الثقه اساس اي علاقه، لازم يكون في ثقه بين الطرفين. مفيش ثقه مفيش علاقه، مفيش علاقه هتكمل. ده اهم من الحب، في ثقه في احترام في تفاهم، الثلاثه دول تبني عليهم العلاقه، العلاقه هتنجح. حتى لو مفيش حب الثلاث عوامل دول هيجيبوا الحب. لكن عامل منهم هو مثلث وقع، العلاقه كلها تندمر. طيب هل تطرقتوا في كتابكم للمعاناة اللي بتعانيها الفتاة أحيانا من فكرة التعدد عند الرجل؟ يعني يبقى متجوزها أو مرتبط بيها، بس يعني مفيش مانع أن يبقى له صحباته وأشياء أخرى. لا يعني مش بشكل مباشر كده، لا يعني ممكن الكتاب الجاي اللي هيبقى ان شاء الله. لا احنا ما تطرقناش، يعني مش بشكل مباشر كده، ممكن يبقى حاله من ضمن الحالات في موضوع، لكن الموضوع نفسه لا. احنا برضو تطرقنا في الكتاب لفكره المعاكسات اللي البنت تتعرض لها في الشارع، لفكره المشاعر. يعني انا بجيب امثله ما لهاش علاقه ببعض، المشاعر اللي ممكن تمر البنت بيها بعد اي علاقه في الموضوع، حبك وهم ولا حقيقه. لا فين عند الحته دي. لان في احيانا فتاه او بنت لما تنتهي علاقتها باللي كانت بتحبه او اللي كانت مخطوبه له، كان السما اتربيت على الارض بقى، وبتدخل في اول علاقه بعد كده، تدخل في اول علاقه بعدها بكام اسبوع بتخش في علاقه ثانيه، وبيبقى برده هو الحياه وهو الهواء اللي بتتنفسه والميه اللي بتشربها وكل حاجه. طب كويس سريعا يعني. وكتبنا ايه الخطوات اللي هو تعرفي منها انه ده حبك وهم ولا حقيقه، وتاكدي ازاي، وايه الحاجات ازاي بقى. يعني كان اهم حاجه انه هي تستنى وتقدر تبقى واثقه من نفسها ان هي خلاص نسيت العلاقه الاولانيه، ما تتسرعش، ما تبقى عارفه تفكر كويس هي عايزه الشخص ده ولا هو عشان بيعوضها عن حاجه معينه. يعني وايه الحالات اللي المفروض تتجنب فيها ان هي تدخل في علاقه. حالات ايه بقى؟ يعني استني شويه، ما تكونش لسه خارجة من صدمة، ما تاخديش أي حد وخلاص علشان يملالك فراغ إن أنت في علاقة حب في حياتك. استني شوية لحد ما تتأكدي إن دي هتبقى مشاعر حقيقية. ادي لنفسك بقى، علشان برضو في بعض البنات بيظلموا التجربة التانية بسبب التجربة الأولى. تسلم التجربة تطلع الفرق. كل دايما في تاني كان بيعمل، فأنت أكيد هتعمل كذا. لو ما تبنيش ما تحطوش مقارنة، وما تبنيش مواقف مسبقة. استني، غالبا العلاقة والتعامل بينكم هو اللي هيبين، وانه مش اول شخص يخبط على بابك خلاص ارتبط. لا، انت لازم تستني وتوقفي اي دخول في اي علاقه لغايه ما تحسي ان انت فعلا خلاص الشخص اللي كان في حياتك ده اتمحى من حياتك. ودي طبعا سهل جدا اي بنت تعرفها. انا في الاربيس كلهم بيوزوني عليكم على بنتي. طيب ما عملناش حاجه، احنا طيبين والله ما عملناش اي حاجه خالص. مش واضح بطل بنتوا ايه بقى يعني بسن وسنانكم. لا والله احنا ظالمين البنت برضه، احنا متكلمين عليها منتقدينها في حاجات كتير. في هجومه يعني احنا مش واخدين ان هو يعني اعتماد ليها، او زي اللي بتبرر لنفسها دبله اليمين ودبله الشمال ومثلا وبنات بنقول تيت ومحدش يحاسبنا، اللي هي البنات اللي بتشتم عمال على بطال. لا ده الهزار بالشتيمه، الهزار بالشتيمه او ان دي روشنه اصحابها بالشتيمه. لا انا بنتقد هنا البنات دلوقتي او فتيات بقوا حاسين يعني ان هم عشان يبقوا يبان ان هم عصريين قوي لازم يستخدموا بعض المصطلحات كده. بالظبط، ما هو ده اللي هو ده اللي في الكتاب، انه البنت، واحنا هنا قلنا رساله ان البنت من غير حياء زي العروسه من غير ذواق. دي المسج اللي احنا وجهناه في الموضوع. لا معلش تاني المسج. البنت لا 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 اللي مقلفينه. البنت من غير حياء زي العروسه من غير ذواق. يعني الحياء هو بيجمل البنت، بيطفيها جمال. ما بنقولش انها تبقى خجوله وانها تكتم على نفسها، لا لا خالص، بس دي من اساسيات كون الانثى. يعني انت بنوته. انت فكرتيني بفيلم الليمبي وعلى شيعه، بتفكري بنفس اللي انا بفكر فيه. تعمل عبيطه بقى. لا يعني ما ينفعش يعني في الفاظك نقي كلامك، مش عشان تبقي مودرن ولا ستايل ولا حتى اللي حواليك بيعملوا ده انت كمان تعملي ده. انت انثى وبنوته، والمفروض يبقى في رقه في التعامل، وده برده موضوع تاني في الكتاب. بس يعني ما تستلهاش يعني، لان هي لو قدرت لا 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 خالص. ما هو ده اللي احنا قلناه برده في موضوع يعني. ده اللي احنا ركزنا عليه، الوصفه الخماسيه للبنت الدلوعه الذكيه. الدلوعه الذكيه. طب ناخد بعض الاتصالات اللي عايزه تتجاوب معاك. استاذ عبد الفتاح من القاهره، مساء الخير يا استاذ عبد الفتاح. مساء الخير يا استاذ رشا، اتفضل يا فندم. دايما موضوعاتك والله جميله، وحضرتك بتديري حوارات جميله جدا. الله يعزك. انا معجب ببناتنا، انا اقول بناتنا بقوا اصحاب فكر عالي
افق متسع. برافو عليهم في الافكار اللي بيطرحوها. فعلا النهارده البنت بقت تختار بجديه وجد وفكرها يعني مستنير. مفيش الزواج بتاع زي ما حضرتك قلت ظل حيطه ظل راجل ولا ظل حيطه. لا النهارده هي عايزه الشاب المثقف. انا حاسه ان المثل ده غلط. اصل ظل الحيطه جامده يعني. المثل فيه حاجه غلط. عايز هو فيه حاجه غلط. النهارده نقول ظل شخص مثقف ظل شخص مستنير. لازم يكون التوافق الفكري قريب يا استاذه رشا. يعني اما تكون جامعيه ما تاخدش واحد دبلوم لا كده حتى ولو كان قريبها او غني او كذا. لا التوافق الفكري لازم يكون قريب علشان يبقى في تواصل ثقافي بينهم. ما يبقاش فيه كده الحكايه مال وخلاص. لا النهارده البنت بقت جميله وبقت دكتوره وقاضي ومذيعه جميله زي حضرتك. فتحياتي ليهم كلهم ولحضرتك. وانا شكرا لك. شكرا لك. هو راجل شفتي بقى يعني مش ضد الرجل خالص. رد فعل الكتاب ايه بين الزملاء الصحفيين زمايلكم؟ لا هو الاسم مثير طبعا الاسم. جدا وعايزه اقول لك كمل فضول فظيع بتجيلنا الكتاب فين وهيكون فين في المعرض. انا شفتها يعني لا وكتير قوي. طب ايه نوعيه الاسرار؟ لا يعني الاسم نفسه عامل نوع من الفضول على السوشيال ميديا الحمد لله والتفاعل عليه حلو. ممكن بعض الشباب يحب يعرف بعض الاسرار عن فتاه. انا حد بعت لي مسج قال لي احنا عايزين بقى كتاب عن اسرار الولاد يعني. بس هو في نقطه بقى في المناسبه ديت يعني احنا اربع بنات عاملين كتاب اسمه البنات اسرار. اللي مجمعنا راجل المحرر العام للسلسله بتاعت محمد فاروق. محمد فاروق كنت عايزه اقول حاجه برده. هو كل الاسرار ديت وقعت في ايده. هو كنت عايزه اقول حاجه لنا. طب اسمحوا لنا نضم لنا بقى ناخد بعض الاتصالات. معانا مين؟ استاذ احمد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. انا يعني انا مبسوط جدا اولا بالحلقه اللي حضرتك عملتها ويمكن كمان انا شايف ان في يعني مناقشات قويه جدا وانا شايف ان في جرأه ابتدت تكون جدا من الفتيات الموجوده قدامك ودول بيناقشوا قضايا يعني قدر كبير جدا من الجرأه وقدر كبير جدا من ان احنا في مشاكل فعلا بجد لازم نصطدم فيها ولازم نكون نتعامل معاها بشكل اكثر شويه حيويه وتفاعل. فعلا البنات دول ابتدوا يحطوا ايديهم على يعني امور كتير جدا لازم احنا نبتدي ننتبه ليها ولازم نكسر حته الاصنام اللي احنا طول الوقت بنحاول نكون موجوده في حياتنا وفي مجتمعاتنا زي فكره ظل راجل وظل حيطه. اللي انا فعلا منتبه جدا وشايف ان في يعني في فعلا في تفاعل في فكر جديد ابتدت تتحرك. انا حابب فكره ان يكون في مجموعات سواء شباب مجموعات شبابيه او فتيات بيطلعوا يعملوا زي يعني افكار جديده بيحاولوا يخلوا المجتمع كله يعني يقولوا له في يكون في حركه في تفاعل. طب استاذ احمد بعض الموضوعات الحقيقه تتعلق بالرجل بشكل مباشر. يعني كنا بنتكلم عن افضحني شكرا برعاية خطيب السابق. ده فصل من الكتاب بيتكلم عن الفتاة اللي بتثق في خطيبها وبيطلع في الاخر غير امين على حتى لو علاقتهم انتهت. مفترض ان هو يحافظ على لكن للأسف بنجد حتى لتصفية حسابات لاستفزاز لأي حاجة يخرج هذه الأسرار. يعني احنا خلينا الاول ما نعممش القاعده ما تبقاش القاعده دي عامه على كل الشباب يعني عشان فكره التعميم دي في حد ذاته فكره بتخلينا نخرج عن السياق في كتير من الامور. لكن هم لو بيتكلموا من منطلق تجارب هم عاشوها او هم شافوها بنفسهم او هم عصروها ممكن يكون في بعض الشباب انتهجوا هذا الاسلوب او هذا السلوك. لكن ده ما يكونش فيه قاعده نقدر نأمنها. اكيد مش قاعده طبعا. طب عايز اسالك يا استاذ احمد لو يعني انت شاب رحت تخطب فتاه مثلا تجاوزت سن ال 30 بيبقى عندك حسابات خاصه ولا ما فيش الكلام ده؟ بيبقى عندي حسابات. يعني هل الفتاه دي الاول هي اكبر مني سنا ولا اصغر؟ قصدي حضرتك لا هي لا هنتكلم عنه. لكن انا بسالك يعني بيبقى سن يعني تقول ايه لا احسن تكون اقل من 30 اصل 30 لا بيني وبين حضرتك يعني او بالمنطلق بصراحه فكرة المنطلق العام بالفعل ان الواحد بيفكر هي ليه قعدت للسن ده كله؟ ليه قعدت لحد سن ال 30؟ طب وانت ليه قعدت لغايه سن ال 30 من غير جواز؟
هذا سؤال محرج. كان نفسي يا راجل لا يمكن احنا اللي احنا العادات والتقاليد بتاعتنا في مجتمعاتنا بتقول ان الراجل لو قعد لاي سن ما عندوش اي مشكله، لكن البنت لو قعدت لسن عدت ما هو ده، هي دي المشكله اللي احنا فيها. ما انا بقول لحضرتك في اصنام في مجتمعاتنا لازم احنا نكسرها. انا شايف ان المجموعه اللي قدام حضرتك دي مجموعه بتحرك حاجات احنا موجوده عندنا لازم فعلا بجد كنا نقضي عليها من زمان. فكره الافكار التقليديه، فكره بتاع، انا معجب جدا بالمبادرات اللي بيعملوها سواء الشباب او الفتيات اللي هي في الاعمار دي، لان دي حاجات بجد بتخلي المجتمع فيه تحرك. لازم احنا نشجعهم ولازم احنا طب عايزه اخدك لقضيه تانية، مساله فرق السن. يعني سواء ان رجل يتجوز فتاه اصغر منه بسن كبير، او في بعض الاحيان بنلاحظ دلوقتي ان في شباب بيتجوزوا اكبر منهم. صحيح وده موضوع على فكره عظيم. ايه رايك يا احمد؟ يعني انا شايف ان دايما برضو عشان برضو نرجع لفكره العادات والتقاليد بتاعتنا اللي انا رافضها، اللي انا على المستوى الشخصي انا رافضها، فكره ان لازم الشاب ياخد واحده اي هو اكبر منها سنا عشان هو انضج منه، الكلام ده ما بقاش، وعشان الست بتكبر قبل الراجل والحاجات برضو دي الكلام ده برضو ما بقاش صحيح. ممكن فعلا يكون في الست اكبر من الرجل عايشين عيشه مرتاحه، وده الراجل عمره ما بيكبر. يعني ايه عمره ما بيكبر؟ قلبه شباب بيفضل واقف عند سن معين. لا هو فعلا بجد، يعني زي ما بقول لحضرتك بجد، يعني فكره ان ممكن يكون في اتنين، ممكن الست تكون اكبر من الراجل بس عايشين مرتاحين، هي فكره ان هو الفكر او التناغم الفكري او الراحه او القبول، هي دي مهمه جدا اكتر بكتير جدا من فكره بقى العمر ومين اكبر من مين ومين اصغر من مين. طيب خليني اسالك سؤال كرجل يا استاذ احمد، يعني دايما البنت او الفتاه بتدور على الاحساس بالامان مع اول حاجه، انت بتدور على ايه؟ انا بدور على، يعني لو بتكلم بالمنطلق العام، انا بتكلم بدور على بنت انا ممكن اكون مرتاح لها، ممكن يكون عقلها كبير او تستوعبني، انا عايز حد يعني يستوعبني او يحتويني او يكون فاهم انا ممكن ايه اتكلم فيه من غير ما، لان انت عارفه ان دي حاجات ممكن تكون متطلبات، يعني اي راجل بيحتاج لها في الوقت ده من اي بنت، ده بالنسبه لنا احنا يعني، او بالنسبه لنا احنا شباب افقها متسع وتتفهم يعني. طبعا طبعا طبعا، وتحتويني وتكون فاهمه اللي انا عايز اقوله من غير ما اتكلم، ده مهم جدا. لغه الاشاره يعني. انا بشكرك يا استاذ احمد. قولوا لي بقى على فصل الكتاب اللي انتوا عملتوه عن مساله السن والزواج ده كان موضوع خطيبي اصغر مني تقولي ولا تخبي؟ اقول ولا اخبي؟ ده عريسي اصغر مني اقول ولا اخبي؟ عن تجربه البنت حسب بقى لو كام شهر ممكن. لا 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 هي كان حب ولا مجرد عشان هي عايزه تتجوز ولا يعني جايبين خمس ست وبدأنا تجارب بقى مش بنات بس، كمان من الاهل يعني ان الاهل هترحب بالموضوع الأهل وتوافق عليه ولا والاهل كمان يعني في حاله ان الاهل في مثل كده مش عارفه من إيه من همه يتجوز واحده قد امه. ده موجود على فكره في الموضوع موجود برضه. فاحنا جايبين حتى الاهل نفسهم ان كانت الام لما يجي يقول لها انا هخطب واحده اكبر مني فتقول له يعني ليه، وتقول له المثل ده. ف على الرغم يعني ان احنا يعني ده اتغير دلوقتي شويه يعني ده اتغير كتير، يعني برضو علشان ما نظلمش الراجل واهل الراجل. لا مفهوم ده اتغير كتير وبقوا بيقبلوا بس هو بيختار. لا ما بقتش تفرق على فكره، يعني بيختاروا ان هم يخبوا بس دايما بيختاروا ان هم يتحايلوا على الموقف دوت ان هم يخبوا ما يقولوش. يعني بعض التليفونات. استاذ باسل من القاهره، مساء الخير يا استاذ باسل. مساء النور يا فندم. اتفضل يا فندم. أنا بس ليا سؤال، بما إني أنا من الدوائر المقربة للصحفيين والكاتبات، عايز أعرف هل التجارب الشخصية ليهم مثلا على اختلافهم، هل في واحدة من الكاتبات متزوجة مخطوبة لسه ما اتجوزتش، هل التجارب في كل الحالات؟ في كل الحالات كل الحالات كله موجود. التجارب الشخصية هو عايزه إلى أي مدى أثرت في آرائكم؟ تمام. قريبة من تجاربهم بيعيشوها فيحسوا بالكتابة الموجودة، هل هي فعلا تجارب واقعيه هم عاشوها وشافوها للناس ولا لا؟ احنا كلها واقعيين،
تمام، فاحنا بنقرا وبنسمع وبنحنا مشاكل. لا هو في تجارب شخصيه كل طبعا يعني اكيد اكيد. المثال اللي انا قلته بتاع مثلا البنات اللي بتشتم، او العريس البنت اللي هي الصغيره واللي هو اللي هي اكبر من العريس، او موضوعات يعني على اختلافها يعني. طبعا هتلاقي انه اكيد حد منا مر بيها، احنا بنات يعني الاخر ما نتيجه تجارب برضه بالظبط. طيب ناخد بعض الاتصالات ونكمل كلام. ناخد ام محمد من الجيزه. اتفضلي يا ام محمد، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا عجبني الحوار بتاع البنات جدا، ربنا يخليكي. شكرا. يعني حوارهم متفتح ورائع وجميل، وكان نفسي اتكلم فيه بس معلش انا عندي مشكله وعايزه اقولها لحضرتك عشان توصل لسياده الراي. اتفضلي. انا النهارده بعت بريد لسياده الريس على البريد بتاعه اللي بيجي على الهوا، واستغفت بيه لان ابني مقدم في شقه وهو اللي هي 5100 جنيه دي اللي هي النازله الجديده من شهر 7، وانا بقالي اسبوعين رغم الجو اللي حضرتك شايفاه والنظره والكلام ده كله انا كل يوم بنزل. لحد النهارده الموظف كلمني بطريقه وحشه جدا، فانا قلت له انا مستعينه بالله وبالله اكبر منك، فانا النهارده ان شاء الله ربنا هيكرمني وهوصل للرئيس، والرئيس وعد ان 2016 يكون عهد الشباب. ايوه. وانا ابنك عنده قد ايه يا ام محمد؟ لا ده انا ابني متجوز عنده 26 سنه. كم؟ 26 سنه. جوز صغير يعني. وهو كان وهو قاعد في يعني شقة إيجار دلوقتي، فطبعا الإيجار غالي 1000 جنيه، فاحنا قاعدين على أمل الشقة دي تنزل إن شاء الله. والدهم اتوفى من 10 سنين، فكان حاجز في الشقة اللي هي برضو تبع المحافظة، وطلعت الشقة باسم ورثة، فقالوا كده خلاص أنت والورثة خدتوا، مش هي مفيش حد ولا اللي يقدم ولا القاصر هياخد. لا ان شاء الله تتحل المشكله، ويعني يكون سمع الرئيس او انت بعتي له. مساله اسكان الشباب دي مساله مهمه جدا، وحق ابنك وحق كل الشباب اللي عايزين شقه وبتتوفر فيهم الفرص. ما هو لازم يعني بنتكلم على الصعوبات الاقتصاديه. في اسر كتيره جدا اول ما تقدم لها عريس لبنتها تقول له عندك شقه ولا لا؟ ده اول سؤال. هو بيتسال هي عايزه تطمن بنتها تقعد فين. اكيد طبعا يعني اي ام في الدنيا بتبقى عايزه بنتها تقعد في مكان كويس وشقه كويسه، بس هو الموضوع بيختلف يعني. هنا عشان ما نقدرش نتحيز لحد ضد حد، في اهالي بتتفهم ظروف الشباب وبتقول ما فيش مشكله لو الشاب ده فعلا كويس وعلى خلق والبنت يعني مقتنعه بيه وبيسألوا عليه كويس وبيشتغل ومرتبه كويس، فما فيش أزمة ان هم يبدأوا حياتهم بقانون جديد وبعد كده ربنا بيكرمهم. وفي ناس تانية دي اللي غالبا يعني بيفضلوا بقى البنات قاعدة بسبب الطلبات دي، انه لا انا عايزة شقة في المكان الفلاني يكون مساحتها كذا تكون في الحته الفلانيه، وده طبعا مبالغات. هي دي اللي احنا كنا بنقولها. طيب هل انتوا في كتابكم بما مساله البنات اسرار يعني في كتير جدا يتقال لك ان السلام المجتمعي لازم البنت يعني ما تخبيش حاجه عن امها مثلا، تقول لمامتها على كل الحاجات اللي بتحصل لها، لكن الحقيقه ان من قصص وحكايات كثيره بنسمعها بنحس لا ان البنت بتبقى خايفه مامتها تدين السلوك اللي بتقوم بيه. كلمت واحد زميلها اعجبت بيه خرجت معاه، بتبقى دي لسه مجتمعنا رافض لهذا النمط من العلاقات وبينتج عنه مشاكل. ناخد الاجابه بس نشوف استاذ احمد من المنصوره. مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سلام حضرتك يا استاذ رشاق، معاك احمد من قام المقطع الاهليه. طيب اولا المفروض لان الست بتبقى اقل من الراجل، على اساس الراجل دايما عايز يلاقي الست اصغر منه. السن قصدي حضرتك. نعم. انما مثلا لما يبقى الست قد او اكبر منه يبقى عايز يخدمها، لان هي بتكبر قبله. بتفكر على المستوى البعيد قوي يا استاذ احمد. احنا بنقول كده. وبعدين ما يعني ست عند 30 عادي مش مشكله، بس طب ما ليه العكس يعني؟ ليه مش العكس يا استاذ احمد؟ ان هي برضو لما تتجوز راجل اكبر منها ما هي تخدمه برضو. لا ما مش يا استاذ رشا، لابد ان يعني لما الراجل هيتجوز تاني هيلاقي واحده ثانيه اصغر منه.
يعني هي علاقه الميه اصغر منه عشان دايما تبقى دايما ممكن تبقى 40 سنه مش قادره تعمل حاجه جديده وتغيرها. هو ده العادات والتقاليد عندنا. طب يعني قال ايه يعني لو اتجوزها وهي اصغر منه بشويه هتفضل طول عمرها في عينيه صغيره؟ اكيد لان هو اكبر منها المفروض. يعني فرق السن يبقى كام كده يا استاذ احمد؟ 5 سنين على الاقل. 5 سنين سهله على الاقل. ده كويس جدا يعني. يعني احنا فكرنا 20 30 ولا حاجه. طب كويس. نعم شكرا يا استاذ احمد. شفتوا مساله السن هي معتقدات. في فكره بتتقال دايما ان يعني وده حقيقي انت احيانا بتشوفيه يعني تلاقي مثلا اتنين ماشيين جنب بعض تبقى الست يا حرام سنها تقريبا زي سن جوزها بس نتيجه بقى عوامل التعريه اللي احنا بنتعرض ليها في الحياه الشغل والبهدله والاطفال يعني المسؤوليات الكتيره بتكبر وفي العكس تماما يعني في بيبقوا اجمل بعد ال 30 حسب اهتمامها بنفسها يعني هي تقدر تبقى اجمل بكتير وتبقى اصغر يعني حضرتك ممكن تشوفي حد عمره 20 تلاقيه 30 والعكس صحيح. في ناس ما قلتوهاش في الكتاب ده لسه اكيد لسه في اجزاء تخلص. انا كنت عايزه بس اكد على ملحوظه انه مش معنى ان كتابنا اسمه البنات اسرار ان جوه في اي حاجه خدشه الحياه او اي لفظ خارج خالص. احنا هنلاقي بعض الموضوعات البسيطه جدا بتتطرق لموضوعات حساسه جريئه حساسه او فيها نسبه جرأه بس احنا بنشوفها بمنظور علمي اراء الناس او يعني اراء البنات او التجارب دي وحرصنا جدا جدا ان احنا نتحرى الدقه في كل كلمه بنكتبها علشان ما نتفهمش غلط او علشان ما يتقالش انه كتاب بقى مبتذل او عايز يبيع مبتذل او عايز يبيع يعني بجد اي حد كده واحنا بنشتغل يعني انتوا عملتوا عنوان بتاع سوبر يعني والله شطاره ماشي مع المضمون وماشي مع المضمون والله يعني انا في انتظار كتابكم القادم ان شاء الله اتفقنا اكيد خلاص احنا متفقين على ايه عن الرجل يعني هو ده اللي هيبقى الكتاب المره هتقولوا كلام حلو ولا هتقولوا كلام لا لا والله هنقول الحقيقه لو هي حلوه ايه بقى الحقيقه لو حلوه هنقولها لو وحشه هنقولها برضو زي ما عملنا مع البنت يعني كنا معاها وضدها في نفس الوقت بس هتقدروا يعني تضعوا نفسكم في مكان الراجل متهيألي احنا برضو بالتجارب اللي احنا بنسمعها وبنشوفها وبنعيشها اصل الناس دايما بتشوف تجارب سيئه عن الرجاله ما بتتكلمش عن لا 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 انا ضد لا خالص واحنا متهيألي احنا صحفيين في الاول فاحنا اتعلمنا كصحفيين ان احنا نبقى محايدين يعني نعرض الراي وراي الاخر ما ينفعش نتحايز لحد ضد حد يعني زي ما في راجل بخيل في راجل كريم في راجل وفي راجل خاين في بيبقى عنده في بيعتمد على اهله في بيعرف يعمل يكون نفسه بالظبط يعني كل حاجه فيها حلو الوحش وكنت عايزه اقول حاجه حصري لدريم والرشا نبيل ان احنا ان شاء الله يعني بنفكر ان احنا نحول الكتاب لسيناريو فيلم الله ان شاء الله حلوة تبقى حلقات منفصله تبقى حاجه يعني كل حلقه لها على فكره عناوين حلوه قوي بصي هو يعني لسه ما استقرناش هيبقى مسلسل او فيلم بس احنا اتفقنا يعني ان احنا ان شاء الله هنبدا نحوله للورشه السيناريو من خلال ورشه عمل بس ان يعني شايفين انه في موضوعات كتيره جدا ممكن تنفع نتعامل معاكم على الفكره دي ان شاء الله طبعا جدا اللي حصري النهارده واتمنى لكم ان شاء الله المزيد من النجاح ومبسوطه قوي بالطاقه العاليه اللي عندكم والايجابيه وبالشجاعه في مواجهه بعض الافكار صعبه ان شاء الله تستمروا في ده نورتوني النهارده ندى شلقاني نورتيني اهلا بيكي ودينا صلاح الدين نورتيني ورشا فتحي وشيرين فرغلي نورتونا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من كلام تاني بكره ان شاء الله حلقه جديده وكلام تاني مع رشا نبيل تحياتي وتحيات زملائي